ما إن قررت إثيوبيا إغلاق بوابات سد النهضة لبدء الملء الخامس حتى طافت على السطح المشكلات مع دول المصب ولا سيما مصر التي أعلنت مرارا رفض سياسات إثيوبيا التشغيلية في سد النهضة، مشيرا أنها تتعارض بشكل كبير مع أمنها المائي حيث يشكل نهر النيل شريان الحياة الرئيسي في مصر. وتستند مصر في رفضها للسياسة الإثيوبية باعتبار أن أديس أبابا قد خرقت بشكل صريح اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، وأيضا البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 من سبتمبر عام 2021، في حين ترى أديس أبابا أن ما تقوم به حق مشروع لها ولا بد منه. مع كل إعلان إثيوبي لملء جديد لسد النهضة تزداد مخاوف دولتا المصب مصر والسودان، على اعتبار أن أديس أبابا تتحرك أحاديا دون التنسيق مع القاهرة والخرطوم، ما يعني أن مصالحهما لا تؤخذ بعين الاعتبار. ومع الإعلان الأخير لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة، وجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الأحد خطابا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عبر فيه عن رفض مصر القاطع لسياسات إثيوبيا. الوزير المصري أكد في الخطاب على رفض مصر القاطع لما وصفها بالسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 من سبتمبر 2021. وبحسب بدر عبد العاطي فإن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي تعد غير مقبولة جملة وتفصيلا للدولة المصرية، وتمثل استمرارا للنهج الأثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم وفق تعبيره. وزير الخارجية المصري شدد في خطابه لمجلس الأمن على أن السياسات الإثيوبية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان. ومنذ سنوات مصر وأثيوبيا على خلاف بسبب سد النهضة، إذ تخشى القاهرة من نقص إمداداتها المستقبلية من المياه، حيث تعتمد بشكل كبير على نهر النيل الذي يوفر لها 90% من احتياجاتها من المياه العذبة. وفي هذا الصدد ينضم إلينا من القاهرة دكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، وأيضا من أديس أبابا ينضم إلينا الكاتب الصحفي أنور إبراهيم. أهلا بكما ضيفاي على شاشة اليوم وفي برنامج قضايا أفريقية. دعني أبدأ من عند حضرتك دكتور عباس ضيفي من القاهرة. إذا يبدو أنه دكتور عباس مستوى الخلاف بدأ يرتفع أو منسوب الخلاف بدأ يرتفع خلف سد النهضة بين القاهرة وأديس أبابا. إذا يعني الإعلان الأثيوبي بأنه سيبدأ بالمرحلة أو بالعملية الخامسة لملء سد النهضة، وأيضا التوجه المصري اليوم لمجلس الأمن، كيف تقرأونه دكتور عباس؟ تفضل. تحياتي لحضرتك والضيفك الكريم ولكل السادة المشاهدين. أهلا بك. بالتصريحات الإثيوبية الأخيرة بأن سد النهضة قد انتهى تقريبا وسوف يعلن عن اكتماله بنسبة 100% في ديسمبر القادم، بصرف النظر عن دقة هذه التصريحات إلا أنها تصريحات استفزازية بالنسبة لمصر والسودان، لأن معنى ذلك أن السد انتهى تماما بعد مرور أكثر من 13 سنة ودون توافق ودون تنسيق ومخالف حتى إعلان مبادئ سد النهضة الذي تم توقيعه في 2015، اللي فيه أحد البنود اللي بيقول عدم الضرر بشأن
وتخزين هذا العام الموسم الأمطار تقريبا 3 شهور اللي هم شهر 7 و8 و9. نحن الآن في 9 والمياه كلها محجوزة تماما وأمامهم حوالي 10 أيام أخرى، إذن تقريبا معظم الموسم. وهذا هو النهر الأساسي بالنسبة لنهر النيل اللي بيمد النيل ب60%. موجود حاليا في بحيرة سد النهضة حوالي 58 مليار متر مكعب، يعني أكثر من حصة مصر المائية في عام كامل. كل هذه المياه تم حجزها بدون تنسيق مع مصر أو السودان. الإعلان المبادئ بينص أيضا على التعاون في الملء الأول وإدارة السد. الملء الأول المقصود به التخزينات المتتالية إلى أن يتم ملئه تماما، وسوف يملأ تماما خلال الأسبوع القادم. إذا ملئ تماما بدون أي نوع من التعاون. هذا البند يعتبر انتهى، لأن خلاص الملء الأول قد انتهى. فإذا بالإضافة إلى الاتفاقيات السابقة لسنة 93 كان في اتفاق ما بين زيناوي والرئيس مبارك، وطبعا بعيدا عن أي استعمار أو غيره كما تدعي إثيوبيا. إثيوبيا لم تستعمر من قبل، ولدينا معها 5 اتفاقيات سابقة لكن بتدعي أنها اتفاقيات استعمارية، أيضا مخالف للأعراف الدولية اللي بتنص على التشاور عند إقامة مشروعات على أنهار مشتركة. والنيل الأزرق هو نهر يبدأ من إثيوبيا ويمر بالسودان ثم مياه تأتي إلى مصر. فكل ذلك يعني يعتبر مخالفات إثيوبية، والسد انتهى تقريبا دون أي نوع من التوافق. ومصر بتسجل اعتراضها يعني تقريبا كل سنة بمجلس الأمن لأنها متمسكة بالشرعيات الدولية. نعم، سنعود لنناقش هذه النقطة معك دكتور عباس. دعنا ننتقل إلى أديس أبابا مع ضيفي السيد أنور. أهلا بك مجددا سيد أنور على شاشة اليوم. إذن هل تتفق فيما قاله الدكتور عباس بأنه تصريحات الجانب الإثيوبي تعتبر تصريحات استفزازية للجانب المصري، وأن الجانب الإثيوبي اليوم يقوم بخرق اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين السودان ومصر وإثيوبيا عام 2015؟ سيد أنور. حقيقة قد نختلف مع الدكتور. أولا التحية لك ولضيفك ولكل مشاهديك. قد نختلف مع الدكتور طبعا، منذ متى كانت إثيوبيا تتفق أو يعني تأخذ الإذن من الدول الأخرى حتى تتم عمليات الملء السابقة الأولى والثانية والثالثة حتى الرابعة في المرحلة الأولية؟ أنا أعتقد أن التصريحات فقط هي التي يرونها استفزازية، ولكن تمت العملية بنجاح ولا يوجد أي ضرر هنالك. فأهم مبادئ أو أهم نقاط اتفاقية 2015 المبادئ هي كانت لا ضرر ولا ضرار، وأنا أعتقد أن هذا العمل فيضان كمية الأمطار في الهضبة الإثيوبية خير دليل بأن هنالك لا ضرر، بل كمية المياه فاقت المعقول، فاقت الشيء المتوقع، مما أدى لتخزين مياه دون أن تتأثر به دولتين، وخير دليل أن السيول والفيضانات والأنهار التي امتلأت في السودان بصورة غزيرة جدا وأدت لأضرار كبيرة جدا، حتى نهر القاش والنيل ونهر عطبرة كل هذه الأنهار الآن يعني حقيقة فاضت المياه عن مجاريها. أنا لا أعتقد أن هنالك استفزاز، ولكن هنالك نوع من السطوة التي تفرض من وقت لآخر، التمسك بأن لابد أن يتم كل شيء تحت أمرنا. فيما يخص التشغيل، أعتقد لم تتفق إثيوبيا من قبل مع الجانب المصري أو السوداني حول تشغيل سد النهضة، فهنالك خلاف، وهي كانت أهم النقاط التي أثارت خلاف مؤقتا واعترض عليها الحكومة الإثيوبية. طب لماذا لا تنسق مع القاهرة والخرطوم سيد أنور؟ يعني أديس أبابا لماذا دائما يعني القرار هو يكون أحادي الجانب من قبلها ولا يكون هناك تنسيق؟ يعني هذا الخلاف موجود قديما. قديما لأنه هذا السد عندما بدأت إثيوبيا بإنشائه طلبت الطرفين المساهمين فيه رفضوا، بل عرقلت مصر جهود إثيوبيا في تمويل هذا السد، وكانت تحركات مكثفة. للأسف الشديد عندما تطالبيني بشيء وأنت تتمسك بشيء فأنا أعتقد كنوع من الإجحاف. فمهمة أو حديث حول تشغيل السد من الداخل الإثيوبي كان أهم خلاف أسير خلال المراحل الأخيرة ما بين الدول الثلاث، لأن المطالب المصرية تغيرت، حتى السودانية التي كانت متحفزة على بعض الآراء تغيرت من أول جولات التفاوض إلى آخر جولة التفاوض. أولا تقليل حجم البحيرة، ثم بعد ذلك كمية المياه، ثم بعد ذلك إدارة السد وزيادة فتح حجمات
زياده بوابات السد، يعني في مطالب متغيره من وقت لاخر، فانا اعتقد هنالك تمسك او نوع من الخلاف. فانا اعتقد حتى عمليه المال الاخيره التي لم تتاثر بها مصر والسودان كانت مفاجاه عندما اعلنتها اثيوبيا. فالخلاف الان ليس في ان الحديث استفزازي، بل لانها كانت مفاجاه تمت دون ان تضر بالاخرين، وسيول الفيضانات التي تجتاح السودان هذه الايام توضح بان هنالك كميه كبيره جدا من المياه، وهنالك انهيارات ارضيه في عدد من المناطق الاثيوبيه بسبب الامطار الغزيره التي هطلت على الهضبه الاثيوبيه، والتي تعتبر فريده من نوعها هذا العام. واعتقد الدكتور تحدث نحن في سبتمبر، نعم العمليه تتم حتى اواخر اغسطس، وهو ما تم الاعلان عنه، حتى على الرغم من ان الحكومه الاثيوبيه لم تقل الملء الخامس، بل اكدت على حجم او كميه المياه التي تم تخزينها. انا اعتقد الخلاف هو ليس فيما يخص بعض النقاط، بل الخلاف الان بات كيف يمكن لدوله مثل اثيوبيا ان تكمل هذه العمليه دون ان نعرف نحن. انا اعتقد هي هذه الاشياء التي استفزت الجانب المصري. طيب. وفي ظل غياب دعنا ننتقل الى الدكتور عباس ايضا ليعقب على كلام حضرتك سيد انور. دكتور عباس، تعقيبك وايضا يعني في ختام حديثك ذكرت بانه مصر تتوجه الى مجلس الامن، يعني توجه الخطاب لمجلس الأمن لأنها ترى في ذلك الشرعية لها. يعني الدكتور عباس، اليوم مصر الكثير من المراقبين يعني يرون بأن هذا الخطاب المصري هو خطاب لا جديد فيه، يعني بنفس المضامين وبنفس الاتجاه. فاليوم يعني عندما تتوجه مصر إلى مجلس الأمن في خطابها، برأيك يعني هل مجلس الأمن سيرد على خطابها؟ أولا بالنسبة للأخ أنور، احنا انا ما قلتش لا انا ولا مصر تطلب ان اثيوبيا تستاذن مصر، بالعكس احنا بنقول نتشاور ونتحاور وننسق معا من اجل المصلحه العامه. ثانيا، عندما تقول ان المياه الامطار هذا العام غزيره ولم تتضرر مصر، لم ياتي الى مصر قطره واحده من النيل الازرق حتى الان، رغم ان الموسم هذا هو الشهر الثالث والاخير في موسم الامطار الحقيقي، المياه ما زالت مخزنه. اثيوبيا فتحت البوابات يوم 24 لمده 4 ايام، مررت مليار متر مكعب، هذه المياه لم تصل مصر حتى الان لانها تاخذ اسبوعين في الطريق، يعني هي هيبقى في الطريق. اذا سوف يصل الى مصر الاسبوع القادم مليار متر مكعب واحد من جمله 50 مليار هي ايراد النيل الازرق في العام. بالنسبة لاعتراض مصر وإرسالها للخطاب لمجلس الأمن، هذه الأمم المتحدة هي المؤسسة الدولية الشرعية، وبالتالي هناك اعتراض. احنا الاتحاد الافريقي لم يكن له تاثير، لان احنا مشينا مع الاتحاد الافريقي عده سنوات، ولكن لا توجد. لكن هل سيرد المجلس؟ يعني هل صوت مصر اليوم مسموع حتى يرد مجلس الامن على خطابها؟ وما يعني هذه الازمه موجوده قديما دكتور عباس. صحيح. ودائما ما توجه خطابها لمجلس الامن، لكن صحيح هو غير مطلوب ان مجلس الامن يرد على خطاب المصري، لأن هذه خطوة دبلوماسية وسياسية تتم عندما يقع خطأ ما ودولة تريد أن تحتفظ لنفسها بالحق بأنها اعترضت في الوقت المناسب، لأن السكوت يعتبر موافقة ضمنية، هذا ممكن يؤخذ ضد مصر في المستقبل. فإحنا تقريبا بنسجل كل عام يحصل فيه خروقات إثيوبية بيتم اللجوء إلى مجلس الأمن لإخبار مجلس الأمن، ثم بعد كده يتم يعني اتخاذ قرارات فيما بعد. مصر ما زالت حتى الآن بتدعو إلى استئناف المفاوضات دائما، وبدليل أن مصر عندما تفاوضنا مع إثيوبيا والسودان في واشنطن سنة نهاية 2019 وبداية 2020، وصلنا إلى أن الخبراء في البنك الدولي والأمريكان يصيغوا اتفاق، وبالفعل تم صياغة الاتفاق، وفي اليوم المحدد للتوقيع اللي هو نهاية فبراير 20 مصر ذهبت هي والسودان، ومصر وقعت بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق، ولكن إثيوبيا تغيبت وقالت أنها لا توقع على الاتفاق، رغم أن صياغة هذا الصياغة نفسها صياغة من الخبراء الأمريكان ومن من البنك الدولي، وهم خبراء محايدين. وإثيوبيا فيما بعد رفضت وجود أي خبراء
أجانب كطرف محايد للتوفيق ما بين وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا. إذن تبليغ المجلس الأمن هذه خطوة دبلوماسية أكثر منها، لأن مصر فيما قبل كانت طلبت من مجلس الأمن عقد جلسة، وبالفعل تم عقد جلسة في 2020 وجلسة أخرى في 2021، ولكن في هذه المرة مصر لم تطلب عقد جلسة خاصة لسد النهضة. يعني ربما في المستقبل القريب يبقى مصر تتقدم بهذا الطلب، خصوصا أن سد النهضة الآن به 58 مليار متر مكعب، هذه كمية كبيرة للغاية وفيها خطورة شديدة إذا كان هناك فيضان شديد أو هناك زلزال، أو أن إثيوبيا إذا أرادت أن تعاقب السودان تستطيع فتح البوابات كلها مرة واحدة وبالتالي تغرق السودان. فأصبح السودان الآن تحت تهديد كبير، وبالتالي أيضا يعتبر مصر لكن السودان يعني بصورة أكبر من مصر. نعم، سننتقل إلى السيد أنور. سيد أنور في دقيقة أخيرة وكلام من تعقيب من عند حضرتك. سيد أنور أيضا أريد هنا أن أسأل، يعني اليوم من يتحمل مسؤولية عدم إنهاء هذا الملف، ملف سد النهضة؟ يعني الجانب المصري يقول بأنه أثيوبيا تحاول أو تخرق اتفاقية إعلان المبادئ الموقع بين الأطراف الثلاثية مصر والسودان وأثيوبيا، بينما الجانب الأثيوبي يرى أن له الحق في ذلك، ويعني هو حق مشروع له. إذن هنا من يتحمل مسؤولية هذه الأزمة سيد أنور؟ نعم، حقيقة الدكتور تحدث أن هنالك مليار واحد من 50 مليار متر مكعب، وهذه هي في حد ذاتها الخلاف، أن تأخذ دولة نصيب أكبر من الدول الأخرى، هذا الخلاف الرئيسي الذي ظللنا فيه حتى يومنا هذا. فيما يخص التفاوض، جانب الأثيوبي أنا أعتقد تأخر في بناء السد، كان يمكن أن ينتهي السد في 5 أعوام نسبة للتحركات المشاكل السياسية، تأخر كثيرا جدا. فأنا أعتقد لا نوع من النوايا السيئة في الجانب الأثيوبي، ربما قد تكون هنالك خلافات فيما يخص بعض البنود وبعض المشاكل. فيما يخص وصول المياه، أعتقد إذا كانت المياه تصل للسودان ولا تصل لمصر فهذا شأن آخر ليس أن تتحمله إثيوبيا. فيما يخص المسؤولية، أعتقد المسؤولية تتحملها جميع الدول التي تتقاسم هذا النهر، وخاصة أن هنالك تغير في المطالب، تغير في وجهات النظر، تغير في الأساليب والأحاديث، تغير في المطالب. فأنا أعتقد عندما تطالب بأن يتم كل شيء بمناقشة وأنت تغير موقفك من وقت لآخر من جولة لأخرى، فهنا في حد ذاته يعتبر لا يوجد موقف ثابت للجانب المصري فيما يخص هذه المفاوضات وهذه المطالب. فأنا أعتقد ليست أسيوبيا ملزمة بأن توقف سد النهضة حتى تتفق مع الدولتين ثم بعد ذلك تكمل. فإذا كانت هذه النوايا فأعتقد على سد النهضة السلام، ولن يتم حتى إلى يعني آخر يوم في عمر إثيوبيا. فهذه هي الأشياء التي يختلف الطرف. فيما يخص التفاوض، أنا أعتقد المفاوضات عندما تبدأ في كل جولة هنالك جانب أو طرف آخر يتسرع في إعلان فشلها مسبقا. هذا ما حدث في الولايات المتحدة بعد أن طالبت إثيوبيا بإرجاع الموعد لموعد آخر بسبب التحديات الداخلية، في وقت أن حتى الجانب الأمريكي للأسف الشديد كان منحاز، وكان أحد الأسباب في فشل مفاوضات واشنطن هو انحياز الجانب الأمريكي والخزانة الأمريكية إلى الولايات المتحدة في البيان الذي يعتبر صارخا ضد الحراك الإثيوبي، مما أدى لانسحاب إثيوبيا عن هذه المفاوضات. فأنا أعتقد الخلاف في حد ذاته هو عدم قناعة الأطراف الثلاثة وعدم الجلوس بصدر الرحب، أن المفاوضات تتغير وتتغير معها المطالب من وقت لآخر، والشيء الذي هم يرون أن إثيوبيا تتعنت، ولكن ليس تعنتا. هل تنتظر إثيوبيا وتوقف تنميتها من أجل أن يتفاوض الطرفين مع إثيوبيا بمطالب محددة حتى يتم تلبيتها من الجانب الإثيوبي أو يوقف هذا السد؟ فهذه هي الأشياء. فكان هنالك تنسيق إثيوبي بأنها لن توقف المفاوضات إلى جانب بناء السد، وهذا ما حدث. انتهت المفاوضات في كل جولة بفشل، واستمر سد النهضة إلى أن وصل إلى ما نحن عليه الآن. نعم، أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي أنور إبراهيم، كنت معنا مباشرة من أديس أبابا. وأيضا من القاهرة الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أشكرك جزيل الشكر الدكتور عباس.